السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا أيها الأحبة في ليالي المحبة. نعم، ليالي رمضان كلها ليالي محبة، ليالي عطاء، ليالي بذل وصفاء، ليالي نقاء. نعم، من اعتقد أن هذه الليالي هي ليالي ثقيلة فهو يحتاج إلى أن يراجع نفسه. هذه الليالي جميلة رائعة، جميلة بالصيام، جميلة بالقيام، جميلة بإطعام الطعام، جميلة باتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، جميلة بالدعوة، أن تدعو. هي ليالي استجابة الدعاء، لا تجعل هذه الليالي تفوت دون أن يكون لك دعوة مستجابة. كم والله يا أحبتي وكم من إنسان دعا في هذه الليالي فاستجاب الله دعاءه، كم من مريض شفاه الله، كم من فقير أغناه الله، كم من مديون أعانه الله، كم من مهموم أذهب الله همه وحزنه بسبب دعوة. ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. استغلوا الفرص، استغلوا الفرص، والله استغلال الفرص هذا ما يكون إلا عند العقلاء. ما ينبغي أن تمر هذه الليالي دون أن يكون لك فيها أجر وفيها فضل. يا عاقلا أرد الهوى عقله، ما لك أسدت عليك الأمور، أتجعل العقل أسير الهوى، إنما العقل هو الأمير. اسمعوا لهذه المرأة التي استغلت هذا الموقف فيما ينفعها وفيما يقربها. أم عمارة كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فلما رآها النبي يعني تبذل وقتها وجهدها في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني أثنى على أم عمارة، وسمعت النبي يثني عليها، يثني عليها، فقالت يا رسول الله ادعو الله، شوفوا الآن، ادعو الله أن أكون أنا وزوجي وأولادي معك في الجنة. فرفع النبي يديه قال اللهم اجعلهم معي في الجنة. يا إله إلا الله، استغلت الموقف فيما ينفعها، بس مو هي لوحدها، مها أنانية، لا، هي وزوجها وأولادها. هذا العاقل هو الذي يدعو لنفسه، لأهل بيته، لولده، لأمته، لبلده، لوطنه، لولاة أمره، لعلمائه، فذلك يعود علينا وعلى سعادتنا، يعود على أهلنا، يعود على رزقنا، يعود على رزقنا. من أجل ذلك ما أجمل أن نستغل هذه الليالي ونستغل هذه الفرص، والفرصة إذا جاءت قد لا تتكرر. قد يقول قائل طيب رمضان القادم يأتي، أنا معك يأتي رمضان، لكن هل أنت موجود أم في عالم المفقود؟ هنا مسألة بسيطة جدا ولها يعني فائدة، وهي أن كثير من الناس يعني تأتيه مواطن الخير ويدعها تفوته ويقول سيعوضنا الله. نعم نحسن الظن بالله، لكن ينبغي أن لا يفوت إلى غيرك الأمر. العمل الصالح إذا جاءك ولم تستغله ذهب إلى غيرك. هذا رجل كان يكثر من الصيام وكان يكثر من الصدقة، فكانوا يقول له يعني تصوم هذه الأيام شديدة الحر، قال أبادر أيام الخالية، ما أدري على ماذا سوف أقدم، ما أدري على ماذا سوف يكون، ما أدري إذا كبر سني ماذا هل يقوى عظمي، هل أستطيع أن أفعل ما أفعله اليوم؟ فاليوم أيها الأحبة نستطيع أن نفعله ما قد نعجز عنه غدا. نعم، ما قد نعجز عنه غدا. إذن العاقل هو الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يستطيع ولا يعجز أبدا، ولا يعجز في طاعة الله وفي تقرب الله سبحانه وتعالى. وتذكروا قول الله تعالى في الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي شبرا إلا تقربت إليه ذراعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. يا الله، الله معك، يكون معك في كل حالك وفي كل أحوالك، في قيامك وفي صيامك وفي قراءتك، ويكون معك حتى في نفقتك. إذن تأكد أن الله معك وسيخلف عليك ويعوضك الله خيرا، خاصا إذا أكثرت من الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من العتقاء، اللهم اقبل منا صالح الأعمال، اقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من العتقاء السعداء، واحفظنا من الشقاء واللأواء والضراء، واجعلنا في صحة ونعماء نحن والبيت والأبناء. اللهم أنزل على بيوتنا الرضا والقناعة، واجعل من فيها من أهل العبادة والسعادة والطاعة. يا من رحمة وسعت كل شيء ارحمنا، يا من يحب العفو اعف عنا، يا أهل التقوى والمغفرة اغفر لنا، يا من رحمة وسعت كل شيء ارحمنا. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إلهنا لا تدع مريضا لشفيته، ولا مبتلا لعافيته، ولا ضعيفا لقويته، ولا فقيرا لاغنيته، ولا مديونا لاعنته، ولا محزونا إلا أسعدته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا ولدا إلا أصلحته، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.